مساء الخير عليكم، مساء الخير أزول في اللون، والسلام عليكم. دائما نواصل في تفاصيل يعني في قضية الشورى. قلنا بأن في مسألة الشورى قلنا الرسول في الأشياء المهمة الكبيرة والمصيرية ما كانش يشاور المسلمين، ما كان يشاور حتى واحد. مثلا في كما قلنا في قضية السلطة، قضية التداول على السلطة، مصير السلطة من بعده، قضية الخلافة، بزاف حاجات ما تكلمش ما شاورش فيها المسلمين. أيضا في التعيينات لما كان يعين القيادات ويعين التعيينات تاعو كلها ما كان يشاور فيها حتى واحد، وهذا أمر غريب جدا. يعني لما يصدر من رئيس دولة أنه ما يشاور حتى واحد في التعيينات تاعو، إذا اعتبرنا الرسول أنه رئيس دولة يعني بالمعنى السياسي، فإذا كيفاش يعني من الغريب جدا أنه لا يستشير أحدا من أصحابه أو من المسلمين في التعيينات، إلى درجة أنه في بعض الأحيان كما قلنا المسلمين والصحابة بالخصوص رفضوا التعيينات تاعو. مثلا قلنا رفضوا النتائج، رفضوا تعيين زيد بن حارثة على رأس جيش غزوة مؤتة، ورفضوا أيضا تعيين أسامة بن زيد على رأس الجيش الذي كان مأمورا بالخروج إلى الشام في المرض الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا رفضوا نتائج صلح الحديبية، والحديبية كانت مرحلة خطيرة جدا يعني حساسة جدا، لأنه الجيش تاع المسلمين كله في ذاك الوقت كان خارج المدينة، كان في منطقة الحديبية وخارج المدينة، والجيش كله كان خارج المدينة، وفي تلك المرحلة عقد وأبرم صلح الحديبية بين المسلمين وبين قريش. هذاك الصلح اللي مكتوب وحضر كتابته كل صحابة يعني، وسهيل بن عمر من طرف قريش إلى آخره، ومع ذلك النتائج هذيك رفضها المسلمون، رفضوها رفض جماعي، لدرجة أنهم رفضوا أن ينفذوا لما قال لهم أن أمرهم بالحلق أو التحليق، أمرهم بالحلق أو التحليق، ونحر الإبل تحهم أو البدن تحهم أو الأضاحي تحهم. فلما أمرهم بإتمام الشعائر والدخول إلى المدينة رفضوا ذلك، حتى ما حبوش قاع، ولا واحد فيهم ما حب ينفذ، يعني شغل عصيان جماعي، وهذا أيضا أمر مستغرب جدا. وهو طبعا ما تراجعش، رغم أنه كل المسلمين رفضوا يطيعوه في هذه المسألة، مع ذلك لم يتراجع، قال إني عبد الله ولست أعصيه وهو ناصره. يعني أنا نبلغ، أنا ننفذ، أنا ما رانيش، أنا ما عندي حتى رأي شخصي في هذا الأمور، فأنا ما أنا إلا مبلغ ومنفذ، فلحوس يعصي على روحه، أما أنا لا أتراجع في هذه المسألة. بالإضافة إلى الرواية المروية عند البخاري ومسلم، ثابتة عند البخاري ومسلم، وهي الرواية اللي تقول أو ما يعرف برزية الخميس، عندما رفض المسلمون أن يكتب لهم النبي كتابا، عندما في مرض موته، عندما قال لهم ائتوني بقلم ودوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فرفضوا، ما حبوش، قالوا أغلبهم قالوا هذا الكلام، قالوا لهم في بيته في داخل البيت تاعو في مرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، قال لهم أتوني بكتاب قلم أو بقرطاس ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فرفضوا وقالوا حسبنا كتاب الله. يعني أغلبهم رفضوا، كين اللي قبله كين رفضوا، بدأ لخط بيناتهم، الأخرين يقولوا هاك والأخرين يقولوا هاك، فهو كان مريض وكان في بيته مريضا، فقال لهم خرجوا عليها، قوموا عني، حتى أنه البخاري روى هذا الحديث في باب سماه باب قول المريض قوموا عني، باب قول المريض قوموا عني، أو موجود في البخاري ومسلم وموجود في روايات صحيحة. إذن رفضوا يعني هما كيفاش رفضوا وقالوا له حسبنا كتاب الله، وكتاب الله بعد هو اللي جاب هذا. وانا قلت لك انا استغرب، ولهذا انا استغربنا هذا الامور، كيفاش الصحابه من جهه اذا يعتبروه رئيس دوله، علاش يعصيوه في الاشياء هذه كلها، وبالخصوص عندما يقول اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، اذا يعني هو كان حريص على هذه المساله، كان في مرض موته، كان ما عندوش ما بقالوش بزاف ويتوفى، وكان على ما يبدو على باله هذا الشيء، فرفضوا هذا الموضوع. هما قالوا حسبنا كتاب الله، يعني راك بلغت لنا القران ويكفينا، يعني هما اللي شغل يسطروا له، وكان الناس هما اللي يسطروا المسار تاع الرساله او المسار تاع النبوه، وين تبدا وين تخلص، يعني بلغت القرآن كاش ما عندك آيات جديدة، ما كاش آية سيبون خلاص،
سي بون خلاص ماناش اون با بيزوان دو بلوس كو سا سادير ماناش محتاجين اكثر من هذا لا نحتاج الى اكثر من هذا ما دمت بلغت قد بلغت وانتهيت من التبليغ وما ما زال ما بقالكش قران تزيد تبلغه لنا اذا خلاص اذا احنا القران يكفينا ولا نحتاج الى اشياء اخرى اذا كان هذا هو المنطق فاذا كان من الاول كانوا يمشوا على القران وحدهم علاش كل مره يروح يسالوه علاش كل يوم يسالوه علاش عندهم الاف مئات والاف الاسئله يخافوا يسالوه يستناو حتى يجيو البدو للمدينه باش يقولوا له روحوا سالوه روحوا سالوه على هذه وهذه لماذا كان يحبوا يسالوه اذا هما ما يحتاجوش توجيهات تاعو اذا كانوا من الاول ياخذوا القران ويطبقوه كما يحبوه خلاص اذا قالوا هما قالوا حسبنا كتاب الله ما علينا دونك في النتيجه انه ما كانش يشاورهم يعني في النتيجه اللي خرجوا منها من هذا انه ما كانش في قضيه الشورى قضية الشورى النتيجة التي نخرج بها من قضية الشورى وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يشاور المسلمين ولا الصحابة ولا المسلمين في أخطر القضايا ما كانش يشاورهم كان يشاورهم نعم ولكن في قضايا تقنية تفصيلية تنفيذية فقط في هذه الأمور بعض وهي أشياء قليلة يعني اللي كان يشاورهم فيها ومعروفة النقطة الأخرى دائما في قضية دولة الرسول علاش إذا كان هو رئيس دولة علاش ما سماش روحه ملك علاش ما سماش روحه سلطان علاش ما سماش روحه أمير علاش علاه قال إنما أنا نبي خطر ذاك الرجل اللي جاء يرعش كان خايف جاء يقابل الرسول وكان خايف شافه خايف قال له مالك علاش راك ترعش علاش راك تترعد قال شغل ما خاف ما نعرف هذاك الرجل خاف منه قالوا إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد أو القديد اللي نسموه احنا القديد أو الخلاع أو الشدلوح ثاني في بعض المناطق يسموه شدلوح فإذن لماذا مسماش روحه بهذه الأسماوات مسماش روحه قال أنا عبد الله ورسوله ونبيه ما قالش إنما أنا عبد كان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد اللهم حيني مسكينا وحشرني وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين كان هو يدعي بهذا الشكل يعني ما كانش يدعي لنفسه لا الملك ولا السلطة قالوا لست بملك هو ذكر الرجل اللي جاء خايف منه قالوا مالك علاش راك خايف لست بملك يعني هو كان هو نفسه ما ادعاش لنفسه بالعكس وكان يقول العكس كان يقول العكس أنني لست ملكا فهو كان مبلغ كان فقط رسول ونبي كان مبلغ ايضا النقطه الاخرى اللي مهمه بزاف اللي لازم نوقفوا عندها انه لما كسرى عظيم الفرس لما مالك الفرس كسرى مزق الرساله تاع الرسول هذا الرسول بعث له رساله مزقها كسرى مزق الرساله ونظن حتى انه قتل الرسول اللي جاب له رساله سفير يعني السفير اللي جاب له رساله إذن هنا لما كسرى قتل السفير تاع النبي ومزق الرسالة تاعو علاش إذا النبي يرى يشوف روحه رئيس دولة المفروض أنه أي دولة السفير نتاعها يقتل تعلن الحرب على الدولة الأخرى لماذا الرسول ما أعلنش الحرب على كسرى في ذاك الوقت يعني في رأيكم كان خايف منه الرسول كان خايف من كسرى وهل الرسول يخاف يعني معقول من جهة رسول ونبي وآخر الرسل ويخاف إذن علاش ما علنش مادام السفير نتاعو قتل ورسالته مزقت إهانة كبيرة ليه هو إذا كان رئيس دولة إهانة كبيرة لهذه علاش ما يعلنش الحرب في ذاك الوقت على كسرى وما علنش الحرب واش دار اكتفى بالدعاء دعا عليه وهذا عمل الأنبياء هذا هو سلوك الأنبياء دعا عليه قال اللهم مزق ملكه دعا عليه وخلاص ما هددوا على الأسدي ما يعلنش الحرب كان قادر يبعث له سرية صغيرة دير له مناوشات دير له حرب عصابات صغيرة في بلاده دير له مشاكل شوية في بلاده دير له تفجيرات صغيرة عفسة يقلقوا على الأقل يقلقوا سيفالي كمام كالغياجيس على الأقل كان لازم على الأقل يدير عفسة يدير حاجة اللي على الأقل تحفظ له شوية ماء الوجه نتاعه والهيبة نتاعه كرئيس دولة وما دار والو كسرى مزق له الرسالة نتاعه قدام الناس وقتل له السفير نتاعه هو ما دار والو دعا عليه برك هل هذا سلوك تاع رئيس دولة؟ هذا سؤال أيضا يبقى مطروح يعني هو المؤيد بالملائكة المؤيد بالوحي معقول يكون خايف من كسرى خايف يحارب كسرى أو خايف أيضا النقطة ربما الأخيرة في هذه النقطة أنه إذا كان الرسول أسس دولة هل يعقل أن مشروعا سياسيا أسسه نبي
يسقط بعد 30 سنة؟ هل هذا معقول؟ إذا الرسول أسس دولة، في رأيكم يعني لو الرسول أسس دولة يأسسها على الكرتون ولا على رمال متحركة ولا على على ولا يأسسها على على حاجة قاعدة هشة ولا لا؟ لو إذا الرسول يأسس دولة يأسسها على على أسس قوية. إحنا ما رأناش نقوله الدولة لو كان يأسسها نبي لازم تشد 1,000,000 سنة، لا هذا ثاني ماشي معقول، لأنه في الدولة تروح ولا ترجع تبقى مؤسسات بشر، يعني تبقى مشروع بشري، مهما راحت ومهما كانت قوية تقعد مشروع بشري، يجي نهار وتضعف. ولكن أيضا دولة يأسسها نبي ورسول وخاتم الرسل، يأسسها وهو خاتم الرسل، يأسسها يأسس دولة ما يعني على الأقل تشد، على الأقل لا أدري، على الأقل تشد قرن. إذا كانت الدول تأسست من بعدها وشدت قرون، الدولة الفاطمية أكثر من قريب 3 قرون، الدولة الأموية أكثر من قرن، الدولة العباسية تقريب أيضا 2 قرن وأكثر، دول كثيرة، الدولة العثمانية قرون أيضا. فكيفاش دولة أسسها الرسول أسسها نبي وخاتم الرسل والأنبياء ما تشدش 30 سنة؟ بعد 30 سنة من وفاته رابت كما كي تريب الدار تاع الكرتون، يعني دار لا ميزون دو كارت، يعني كأنها قصر من 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 الورق، رابت تهدمت وضاعت وتحولت الى لعبه، الى كره يتقاذفها الامويون والعباسيون والملوك، والملوك تحولت الى ملك وراثي، يعني تبددت كمشروع، تبددت. هذا اذا اعتبرناه باللي هو اسسها كدوله. هل معقول هو ياسس دوله تهدد تريب وتضيع بعد 30 سنة، بعد 30 سنة فقط من تاسيسها؟ إذا هنا كأننا رانا نتهموه باللي هو أسس دولة من كرتون، يعني التأسيس تاعو ضعيف، الخدمة اللي خدمها ضعيفة، كأننا رانا نتهمو فيه بأن إذا قلنا باللي هو أسس دولة وما شدت إلا 30 سنة، هنا كأننا نتهمه بأنه ما يعرفش يبني. وهل هذا معقول؟ إذا هنا ولكن احنا في النهايه النتيجه اللي نوصلوا لها في مساله دوله الرسول، وهذه اخر حلقه في هذا الموضوع، النتيجه هي ان الرسول ما اسس دوله ولا شيء، هو بلغ رساله، هو مبلغ، فكما قالوا وما عليك الا البلاغ المبين، ذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. هو مهمته التبليغ والتذكير، انه يبلغ رساله، عنده نصوص يبلغها، عنده رساله، عنده قيم يبلغها، قيم يبلغها اخلاقيه، قيم روحانيه، قيم دينيه، هذه يبلغها، عنده رساله روحانيه، رساله اخلاقيه، رساله دينيه يبلغها، ولم يكن له اي شان بالدوله ولا تاسيس الدوله ولا شيء، هو خاطئ. الدوله هو المهمة تاعو قام بها، الوظيفة تاعو اللي جاء من أجلها التبليغ قام به، كما ينبغي، ولكن الدولة المزعومة التي ألصقت به وأسست، وإنما هذه أسست من بعده وألصقت به، وهذه مسألة ما حدث في التاريخ، هذه نبدأها في الحلقة المقبلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.